على الإنسان قبل أن يموت أن يتخلص من حقوق الله عز وجل التي وجبت عليه من كفارات أو قضاء لعبادات، ولا ينتظر أحد أن يقوم بذلك بعد موته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني القريب، قد لا يوفق بقريب يقوم بهذا الشيء، فلماذا يترك ذمته معلقة؟ وكذلك على الإنسان أن يتخلص من حقوق الناس، فلا يماطل بأموالهم وبديونهم، لأن المحاصصة هناك في يوم القيامة بالحسنات. عند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته. ليس ثم درهم ولا دينار، ليس هناك درهم ولا دينار في يوم القيامة.